فما سألتُ من كانوا الفنانين المخيمين من العصر الحديث والعصر الذهبي ولماذا؟ والبروفيسور قال أن نعرف الأعمال من العصر الذهبي فقط لأن في هذه الزمان الإسلام ما يسمى الفنانين أن يكتبوا أسماءهم عن أعمالهم ولكن هو ذكر بعض الأسماء مشهورة جدا مثلا معمار سينان من تركيا وأيضا هو ذكر بعض الأسماء المهمة في العصر الحديث لكن قال أن من الصعب أن يتكلم عن هذا لأن هناك دولة كثيرة من العالم العربي والعالم الإسلامي.